بسعة أكثر من 6000 مقعد بيداغوجية. يستقبل هذا الصرح الجامعي الجديد بدائرة وزراء طلبة كلية العلوم والتكنولوجيا. بون اليوم جينا الماركيو هنايا في لافاك، جابوا لنا لافاك جديدة، كنا نقراو في البول تحتها. أيا كيما راكم تشوفوا وراو لنا دي لابو جدد، الله يبارك، شغل تعطيك لونفي تاع القراية ايتو، والتسجيلات الثانية كانت جد سهلة، شغل ما لقيناش صعوبات في ليبيرو باش نروحوا الماركيو ايتو، والحمد لله يا ربي إن شاء الله يكون عندي راسي شباب سنة. تعزز قطاع التعليم العالي والبحث العلمي في مدية، في جامعة مدية هذا السنة ب 6000 مقعد بيداغوجي، كليتين، كلية العلوم وكلية التكنولوجيا، بسعة 3000 مقعد بيداغوجي لكل كلية، وكذلك 22 مخبر بيداغوجي. كما كذلك تعززت جامعة مدية هذه السنة ب 12 مخبر إعلام آلي بمعدل 6 مخابر لكل كلية. كذلك تعززت بمكتبتين سعة 600 مقعد بيداغوجي لكل مكتبة. إقامة جامعية جديدة بمعايير تحسن حياة طلبة المقيمين وتوزيعهم وفق مخطط يقرب الإقامة من أماكن الدراسة. كنا في إقامة حسان بن مولود بالكولا في ظروف سيئة نوعا ما، ولكن هنا الحمد لله ظروف حسنة، أين يوجد كل المرافق اللازمة، صال دو سبور، صال الانترنت، يعني كل مرافق. وهذه الإقامة خلتنا نعود التوزيع للطلبة على حسب التخصصات اللي ينقص عليهم عناء التنقل إلى الأماكن البيداغوجية. وهذه الإقامة تحتوي على مرافق لفائدة الطلبة من قاعة الأتنات، قاعة المطالعة، مكتب البريد، العيادة، قاعة كمال الأجسام، وقاعة رياضية متعددة، وملاعب وشاشبة. هياكل ستضع جامعة المدية في المرتبة الأولى وطنياً من حيث الأريحية في طاقة الاستيعاب لسنوات، مما يسمح لها بالتفكير بفتح تخصصات جديدة تتناسب وفق متطلبات التنمية.